أنا أستاذ دكتور نادية اسكندر زخاري، أستاذة في المعهد القومي الأورام ووزير البحث العلمي الأسبق. طبعا أنا بشكر جدا جدا القائمين على الاحتفال ده، لأن مهم قوي أن الأطفال عندنا في معهد الأورام يكون في حاجات ترفه عنهم، لأن حضرتك عارف أن هم بياخدوا علاج صعب شوية، ممكن بيتعبهم وأهليهم كمان محتاجين أن احنا نرفه عن الطفل وعن أهله. ده دور المجتمع المدني في أنه يعمل نشاطات يخدم بيها المرضى، سواء الكنيسة سواء الجامعة سواء المجتمع المدني سواء الممثلين، فكل اللي موجودين النهاردة الحقيقة بشكرهم. مهم قوي ان احنا كمان، يعني انا قلت للي قائم على الاحتفال يا ريت بعد ما تخلص اعرف من الاطفال هم محتاجين ايه، لان اكيد عايزين حاجات اكتر من ان يكون في حفلة. ايه اللي محتاجين؟ وبما ان احنا بنتكلم بقى عن دور المجتمع المدني، فلازم نقول قد ايه مرضى الاورام محتاجين دعم المجتمع المدني، لأن عدد الأورام بيزيد بالطبيعي. المعهد منشأ من تقريبا سنة 68، كان العدد محدد، دلوقتي أصبح فيه عدد متزايد، أصبح فيه ويتنج ليست كبيرة جدا. المعهد ابتدى ياخد فروع أخرى زي اللي في التجمع في أورام الثدي، زي اللي في مستشفى هرمل في أمراض الدم، والمعهد كمان بيطلع الكوادر اللي بتدير السنترز الأخرى اللي هي بتعالج الأورام. عندنا في 500 اللي هو في الشيخ زايد، حجر الأساس اتوضع من حوالي سنتين، والحد دلوقتي لم يخرج إلى البنى لأن محتاجين فلوس كتير جدا. فأنا بناشد المجتمع المدني برضو لدعم 500. الرسالة اللي بقدمها النهاردة الحقيقة، أدي مجتمع مصر الجميل بكل طوايفه بكل معتقداته، وهو مجتمع مصري بيحاول يرفع عن الطفل المصري اللي هو مريض بالأورام. شكرا. خلينا نتكلم الأول، الحفلة دي معمولة عشان أولا ندخل الفرحة والسرور على الأولاد والمرضى، ونحسن إن إحنا معاكم، إن إحنا معاهم بشاركوا معانا اللي هم بيعانوها مرض زي ده. وعايز اقول لحضرتك ان مثلا معهد الاورام ده من اقدم معهد لعلاج السرطان في الشرق الاوسط. انت حضرتك شفت طبعا الحاله اللي هو وصل فيها المبنى. عايزين نسلط الضوء، الهدف كمان من الحفل الاساسي نسلط الضوء على المعهد عشان نقدر نجمع له تبرعات. يعني انت شايف حضرتك ان معظم التبرعات كلها راحه 57 357، ده شيء جميل، بس في برضه حاجات ثانيه محتاجه ان احنا برضه نسلط عليها الضوء، زي معهد الاورام. زي ما بقول لحضرتك ده اقدم معهد في الشرق الاوسط لعلاج الاورام. كفايه اقول لك ان في مبنى هنا بقى له 7 سنين بيترمم لحد دلوقتي ما خلصش. فين رجال الاعمال من ده؟ فين مؤسسات المجتمع المدني اللي تقدر تساعد في ده؟ فين دور الحكومه الاساسي في ده؟ فين وزاره الصحه من ده؟ هناك ما هو لحضرتك دي حسابات معموله لتبرعات اماكن معينه، لكن معهد الاورام ما فيش حد بيبص له، ما فيش حد بيتبرع له. ما بقول لحضرتك بص الحاله اللي وصل لها النهارده عامل ازاي؟ شوفوا ايه ذنب الاطفال، ما دي اطفال ودي اطفال برضه. يعني هناك يعني في 57 357 في اماكن فيها، يعني ما بدوش كمان يستوعب الاطفال كلها. فاحنا عايزين نسلط الضوء كمان على الاطفال الموجوده هنا، من حقها ان هي تعالى. هل بيرسلوا مثلا اطفال من هنا ل 57 ولا بيه؟ يعني في اطفال بترسل ل 57 لا، اللي بيجي هنا بيخش هنا، ما بي ما لو لقى مكان في 57 357 ما كانش جه هنا. لكن هو طبعا الضغط اللي على 57 357 كله بيجي هنا. ان احنا عايزين نسلط الضوء شويه، يعني رجال الاعمال، فين رجال الاعمال؟ فين رجال الاعمال؟ احنا نسمع رجال الاعمال بتعمل خير كتير واعمال خير كتير، نسلط الضوء شويه حتى نخلص المبنى اللي بقى له 7 سنين بيترمم. الهدف الاساسي اللي بيخلي الناس الحلوة تتجمع مع بعضها هو الحب، والحب هو سمة السماء وسمة الأرض. كلنا بنقول الله محبة، وهذه المحبة بتفيض على المحتاجين ليها من ذوي الأمراض أو العاهات أو فمن حب البشرية أنها متضامنة. اللي سعيد يقدر يرسل السعادة ويبعث السعادة للآخرين. نتمنى من كل قلبنا
وباستحقاقات الأيام المقدسة التي فيها نحتفل بكل الحب. أن يمن الله على هؤلاء المرضى أولادنا أولاد مصر بالشفاء العاجل، ويعطي ذويهم نعمة احتمال الألام، لأن الألام هي نتيجة الخطية الأولى لآدم، أما السلام فهو كان قبل الخطية. الله بيمنحنا سلامه إلى الأبد، وإحنا بنعاني من آثار هذه الخطية اللي أولا طردت آدم من الفردوس، وإحنا بنعالج هذا الطرد بالمحبة اللي هي القوة الإلهية. المحبة ثم المحبة ثم المحبة. شكرا. هو فعاليات الحفل النهارده طبعا بمناسبه عيد الام ويوم اليتيم وحاجات كتير، وبعدين هو الاهم من ده كله ان انت جاي او احنا جايين النهارده بمعنى اصح في زياره للاطفال دول. طبعا بنحاول نرفع من معنوياتهم وبنقول لهم ان احنا جنبكم وما فيش اي مشاكل في كده يعني. وما فيش حاجه بعيده عن ربنا وان لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني ما فيش اي حاجه بعيده عنه، وممكن يشفي اي حد في اي لحظه ويمرض اي حد في اي لحظه، وكل اللي بيجي من ربنا خير. انا بقول للناس وبقول لكل انسان احنا قادرين على مواجهه المرض، وطالما في عزيمه واصرار وفي ربنا احسن من كل حاجه فهيبقى الشفاء قريب. وبطلب من كل شخص شافنا او بيشوفنا او هيشوفنا لا مؤاخذه انه يحاول يتبرع لمعهد الاورام بالنسبه للاطفال. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك. الشرقاوي رئيس مؤسسه مصر بخير، حمله مصر بخير. والله انا احنا هنا عشان المعهد القومي للاورام، المعهد اللي مش هقول مثلا مهمل، ولكن كافة التبرعات بتروح في أماكن كتيرة، وللأسف مش من ضمنها معهد قومي الأورام. احنا بنحاول ان احنا نساعد الأطفال ونبقى موجودين، بنطلب من كل الناس اللي تقدر مش بس تتبرع بفلوس، تتبرع بوقت كمان، تبقى موجودة جنب الأطفال، ييجوا يشاركوا ان شاء الله ساعة كل أسبوع. ده موضوع هيفرق كتير جدا مع الأولاد ومع الأطفال يعني، وخاصة ان ده مرض صعب جدا، وفي مرحلة الطفولة بيبقى صعب جدا جدا يعني. والله الرسالة انه زي ما احنا قبل كده كمصريين وقفنا جنب كذا مشروع ونجحناه، المعهد القومي للأورام مكان يستحق كل الدعم سواء المادي او المعنوي. الناس اللي هنا بجد محتاجاكم، محتاجة انها تلاقي ناس قريبة منها وقادرة تقف جنبها، زي ما عملنا قبل كده في كذا حاجة، وزي ما المصريين ما بيقرروا ان هم يقفوا جنب اي مشروع ينجحوه بينجحوه. آن الاوان ان احنا نبص للمعهد القومي للأورام نظرة باهتمام اكتر من كده شوية. شكرا يا فندم. شكرا. اهلا، مساء الخير او صباح الخير. هي الساعة كام دلوقتي؟ انا مش فاكر، لان احنا جايين لسه ما جاتش 12، يبقى صباح الخير. اهلا بيكو واهلا بقناة يقين وأعزائي المشاهدين. أقول بالنسبة للسؤال الأول، تواجد الفنانين ده مطلوب جدا، بيفرح الأشخاص المعجبين بالفنانين، وفي نفس الوقت الفنانين بيبقوا فرحانين. يعني أنت تخيل لما حد وأنا ماشي كده ويقول له اتصور معاك، هو بيفكر إن هو هيفرح بس، لا أنا كمان بفرح إن هو حاببني وأنا حبه، والمحبة جميلة. فلدرجة كمان في بعض الأحيان في أفراح بتبقى موجودة أو أعياد ميلاد وأنا ما أعرفش حد فيهم، ولكن بيطلبوني بالاسم، الأستاذ سمير كامل كذا، إحنا الموضوع كذا وكذا وكذا، بفرح. الناس بتطلبني بمحبة، فلازم إن شاء الله طالما ما عنديش تصوير أو حاجة أو ارتباطات كده بحضر، مش لازم دعوة تجيلي، كفاية الألو وكفاية محبة الناس. فإحنا من هذا المنطلق بنقول المحبة جميلة، وتواجدي في هنا في معهد الأورام عشان نفرح أطفالنا
اللي هم محتاجين الفرحة من الفنانين ومن المسؤولين، ومحتاجين الرعاية من الدولة والرعاية من الأشخاص المقتدرين اللي هم يقدروا يساعدوا ممكن ماديا أو معنويا أو حاجات كتير. يعني عايز أقول دي رسالة أنا بقولها، إن إحنا ما نتأخرش عن أطفالنا، ربنا يشفيهم يا رب ويشفي كل مريض، وكلنا معرضين حتى الناس الأصحاء. واحد زيي هيقول إن أنا صحيح 100 100، كل ما يتقدم السن بيجيلي كذا ويجيلي كذا وبتكعبل، وبعد الكعبلة نفس طالع ونفس نازل. توفى اليوم سمير كامل عن عمر طبعا ما عرفوش، عمل 400,000 فيلم سينمائي و 500,000 مسرحية وتوفى. فعايز أقول إن سنة الحياة إحنا بنعيش وكل واحد بياخد وقت، بس بنتمنى الشفاء لكل المرضى والمساهمة من المسؤولين واللي يقدروا يساعدوا على أي حاجة من مادية أو معنوية. أهلا بك. هل لديك أسئلة أخرى؟ هل الوقت ده هو المطلوب في هذا اللقاء؟ هل الوقت ده اللي احنا قلناه هي المدة المطلوبة ولا نقول؟ بجد بجد عايز اقول لازم المناسبات، وياريت اغلب المناسبات سواء في اعياد ميلاد او افراح او اي ندوه لازم نجيب سيره مصر. لازم تخش ازاي بقى في الموضوع؟ مصر. لازم نقول بنحبك يا مصر، بنحب جيشنا، بنحب رئيسنا، بنحب الشرطه، بنحب القضاء. لازم ندعم ده يوميا، حتى اطلب من البرامج التلفزيونيه كلها والفضائيه لازم في وسط الحديث يشار حبنا وانتمائنا لبناتنا الحبيب مصر، ونعتز ونقول انا مصري، انا مصريه. دي جامده جامده قوي. انا مصري، انا مصريه. شكرا لقناه يقين، بشكر الساده المسؤولين الاستاذ فهمي نديم، الاستاذ دكتور شريف الورداني، الحسين المصري قصدي يوسف المصري سوري، والمخرجه الجميله وفاء رمضان. سمير كامل يحييكم وشكرا للقناه. انا اللي بشكرها، وتحيا مصر، بحبك يا مصر. حب الارض ده